وبالتعاون مع هيئة قناة السويس، وعمل متواصل لمدة 72 ساعة لم ينقطع، حتى نثبت إن لما يكون في إرادة وفي تصميم نأتي إن شاء الله بما يتمناه مجتمعنا. وفي نفس الوقت إحنا بندشن النهاردة الطابع الجديد بخصوص بداية الحفر، وإن شاء الله سنطلق مسابقة عالمية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، إن شاء الله في افتتاح قناة السويس الفعلي إن شاء الله في أغسطس العام القادم، حتى نمكن إن إحنا ندشن طابع بريد يتوازن مع هذا الحدث التاريخي، وإن شاء الله دايما نكون في خدمة مصر ومصر وتحيا مصر. السيد الوزير عاطف حلمي بتقديم درع وزارة الاتصالات للسيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. النهارده القطاع ممثل في الهيئه القوميه للبريد يقدم عربيتين للبريدين للعاملين في المحكمه ان شاء الله. في نفس الوقت نادي التكنولوجيا للوزاره يقدم عربيه فيها 20 جهاز حاسب مع كوبيا مع بعض المجالات حتى يعلموا العاملين والمنافسين يستخدموا هذه اللغه. في نفس الوقت شركات الاتصالات لحظة بس.